اكتشفوا تطبيق لو سافري موا لتقريبنا من بعضنا البعض. العديد من الخدمات بين أيديكم. تطبيق يبسط حياتكم ويسمح لكم بالحصول على تواصل وثيق مع لو سافر، أوراق تقنية، وصفات من محترفين، نصائح تقنية عبر الفيديو، مساعدة تقنية مخصصة، برنامج ولاء من جوان 2019. هذا محمد خباز من الأب إلى الإبن. لقد اشترى للتو محسنات صناعة الخبز لو سافر، مجموعة ماجيميكس وفيكتوريا ستار الأساسية وغيرها بكثير. بفضل برنامج الولاء الجديد على المحسنات يمكن أن يجمع محمد النقاط ويحصل على هدايا. برنامج الولاء هذا رقمي 100% ومتصل. لتجميع نقاطكم لا يوجد أسهل من هذا. يكفي أن تقوموا بمسح النشرات الإعلانية داخل المنتوجات. ولكن كيف يعمل؟ الأمر سهل جداً. قوموا بتحميل تطبيق لو سافر وانشئوا حسابكم عن طريق ملء بعض المعلومات. سوف يأخذكم هذا أقل من 5 دقائق. اتبعوا التعليمات التي تظهر على الشاشة. أملئوا جميع المعلومات ثم أكدوا تسجيلكم. مرحباً، 100 نقطة ستمنح لكم بعد إنشاء حسابكم بعد الانتهاء. أمسحوا رموز QR لمحسنات لو سافر لاستعادة نقاطكم. سيتم إضافة جميع نقاط الولاء الخاصة بكم مباشرة إلى حسابكم. لاختيار الهدايا الخاصة بكم انتقلوا إلى حسابكم من خلال النقز هنا. سوف تصل إلى خيار واسع لملء جميع رغباتكم. وانطلاقاً من 560 ألف نقطة يمكنكم الفوز بالحج إلى مكة المكرمة. تطبيق لو سافر موا هي أيضاً أوراق المنتوج والوصفات ومقاطع الفيديو التعليمية وإمكانية العثور على المستورد الأقرب إليكم. وأخيراً تجدون حلنا دكتور بريد، ابتكار خبير لمساعدتكم في مواجهة المشاكل الشائعة في صناعة الخبز. يمكنكم تنزيل تطبيق لو سافر موا من جوجل بلاي وأبل ستور.